يعني دائما دائما لما تحط حالك مقابل الهلال دائما بتحس بالنقص. يعني موقعين هم مع كريستيانو رونالدو، والاتحاد موقع مع بنزيما ومع كانتي، واحنا موقعين مع لاعب عادي كقيمة فنية، اللاعب جدا جدا خرافي، ولكن مش هذا اللاعب السوبر اللي بنحكي عنه. ومع ذلك الصياح من أمس لليوم، صحيت الصبح أما زالوا يصيحون، والله لا هسه يصيحون. إيش فيه؟ لسه أنتوا وفروا الصياح شوي، كل باله هي في مقر النادي الآن، اجتاز الفحص الطبي والتوقيع بعد شوي والإعلان اليوم بإذن الله. وهذا لسه اللاعب السوبر لسه ما جبناه. يعني ما بعرف ليش دائما قدام الهلال بتحسوا بالنقص وبتخافوا من أي حركة بيسويها الهلال. يا رجل حتى بلغة الأرقام، إحنا لساتنا 24 ساعة ما مر على توقيع اللاعب روبن، و150 مليون مشاهدة، بينما كريستيانو من 6 أشهر ما وصل 90 مليون، وبنزيما وكانتي مجتمعين ما وصلوا 60 مليون. إحنا جمهور الهلال تعدينا أرقام دول وقارات في يوم واحد، وصلنا رقم لم يحصل في كرة القدم أبدا. فحاول إنك لما تيجي مقارنة بينك وبين نادي الهلال، حاول إنك يا بتلتزم الصمت أو بتقوم وبتروح.